ثم هذا الرجل يثني على كبار الصوفية على وجه الأرض الموجودين اليوم، بل على من يمدح ويثني على مشايخ الرافضة كالبوطي، محمد سعيد رمضان البوطي. ففي هذا المقطع يتكلم المغامسي هداه الله إلى الصراط المستقيم عن محمد سعيد رمضان البوطي، فيقول: الشيخ سابقا له مواقف معروفة في العلم الشرعي، إلى قوله: رجل له مؤلفات وله دروس علمية شرعية معتبرة ومعدود في علماء المسلمين. بالتسمية يعني مثل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، رجل له مؤلفات وله دروس علمية شرعية معتبرة ومعدود في علماء المسلمين. وقلتها بالأمس، قلت: أتمنى أن أكون عند الله مساويا لإصبع حسن نصر الله. أما محمد بن عبد الوهاب فرجل شذ عن مذهب إمامه وجاء بأباطيل الحقيقة. فكيف يكون عالما من علماء المسلمين البوطي هذا، وقد حذر منه العلماء أولا، حذر منه العلامة الإمام محدث العصر الألباني رحمه الله، واستمع إليه. يقول السائل هنا: رأيك في كتاب البوطي السلفية؟ أنا الحقيقة ما قرأت هذا الكتاب، لأني أعرف الرجل معرفة شخصية ولنا معه لقاءات ومناقشات. فالرجل أولا يعني إذا أحسننا الظن به قلنا إنه لا يفقه الدعوة السلفية ما هي، وإن أسأنا الظن به وواقعه الآن مع جلساته التي تعلن في التلفاز السورية يؤكد أنه يعرف الدعوة السلفية ويحاربها، لأنه الآن يدافع عن نظام حافظ أسد، بل ويزعم أن الإسلام في سوريا هو خير من كل البلاد الإسلامية الأخرى. فهذا رأيي في الرجل. والذي تبين لي ممن يعرفون الشيخ عن قرب أن الرجل ليس معدودا في المفتونين بالدنيا، وهذا إذا استصحبناه مع استصحابنا لدروسه وكتابه فقه السيرة وغيرها يجعلنا يعني لا نجرؤ على عرضه. وأيضا البوطي ما حذر منه العلماء إلا لأنه صوفي جلد ويعادي دعوة السلف ويعادي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهو يقول عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: محمد بن عبد الوهاب رجل شذ عن إمامه أي ابن تيمية وجاء بأباطيل. بريطانيا هي التي خططت قبل غيرها للعمل على تفتيت المسلمين، وسخرت لذلك ثلاثة أسافين، والإسفين الثالث الوهابية، وإنما غرست بريطانيا في الجزيرة العربية. شخص محمد بن عبد الوهاب شخص يصدق عليه أن يعني يصيب وأن يخطئ وأن ينحرف وأن ينحرف وأن ينحرف وأن ينحرف. المهم عندما نقارن بين محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رجل عالم، أما محمد بن عبد الوهاب فرجل شذ عن مذهب إمامه وجاء بأباطيل الحقيقة. ولو أنه استطاع أن نعم يزيل القبة الخضراء
ومظهر قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فعل. نعم. ولم يذكر باطلا واحدا من تلك الأباطيل لعلمه المتيقن أن محمد ابن عبد الوهاب رجل حق ودعوته دعوة الحق، ورغم ذلك كله يثني عليه المغامسي، يثني على هذا البوطي الصوفي القبوري المبتدع الضال. ولا تعجب، لأن البوطي أيضا هنا يقبل يد الجفري الكافر الذي كفره علماؤنا كما كفره العلامة عبيد ابن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، فيقبل يد الجفري هذا المشرك، يقبل يده، ورغم ذلك يثني عليه المغامسي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال السلف: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فلو لم يكن المغامسي عقيدته كعقيدة هؤلاء المتصوفة عباد القبور هؤلاء المجرمين لما أثنى عليهم، إلا أن يكون هو يثني عليهم وهو جاهل بحالهم فتلك مصيبة. ولكن في يقيني، في يقيني وفي علمي أن هذا الرجل يعلم عقائد هؤلاء، لأن المغامسي يثني على أهل البدع وعلى أهل الضلال وعلى أهل الشرك وعلى أهل المظاهرات وعلى أهل الثورات الذين يخرجون على الحكام المسلمين، ويثني 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 على معظم أهل البدع وأضل وأخبث أهل البدع في زماننا هذا، فعقيدته كعقيدتهم، وإلا لما أثنى عليهم. وقد قال الإمام أحمد وذكر ذلك الأوزاعي وابن المبارك ونقل ذلك كله القرطبي في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نقل عن هؤلاء جميعا رحمه الله، رحمهم الله جميعا أئمة السلف، أن الذي يثني على أهل البدع أو يماشيهم يعرف حالهم، فإذا عرف حالهم وأثنى عليهم فهو منهم. والمغامسي قد عرف بحالهم كما اعترف بنفسه ورد على ذلك، ورد على من عرفه بحال هؤلاء وأنه من شرار أهل البدع، وأتى وأثنى عليهم مرة ثانية بعدما نصح بهذا. فهذا دليل واضح أن عقيدة المغامسي عقيدة باطلة، ولو تظاهر بغير ذلك، ولو تظاهر بغير ذلك. فهذه الأدلة بين عينيك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ونحن لا نخشى في الحق أحدا أبدا، وهذا هو الحق. وهذا هو البوطي أيضا يثني على حسن نصر الله الرافضي الشيعي الخبيث الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبك به أنه رافض حسن نصر الله. فيثني عليه البوطي يقول: قلت أتمنى أن أكون عند الله مساويا لأصبع حسن نصر الله. بالأمس قلت أتمنى أن أكون عند الله مساويا لأصبع حسن نصر الله. قل هذا يعني مقصر الرفيق والسادات، والله ليس بين أفراد هذا الجيش وبين أن يكونوا في رتبة أصحاب رسول الله إلا أن يرعوا حق الله في أنفسهم. لا أستطيع أن أحصيها، أنا واحد من الذين عرفوا أهمية شخصية حافظ أسد، وأعلم أن كثيرين ممن حوله، إن لم أقل كل من حوله، كانت ترتعد فرائصهم للقرار الذي كانوا يتوقعون ربما أن يتخذه في حق واحد منهم. كان ذا شخصية قوية جدا جدا، إلى جانب سياسته وبراعته السياسية التي نعم أقر له بها خصومه في العالم أجمع.
عندما والإكرام أشهد أن عبدك بشار الذي ملكته زمام أمورنا وعد في هذا اليوم صباح هذا اليوم أن يسير على النهج الذي يرضي الله. فيا ذا الجلال والإكرام أعينه، يا ذا الجلال والإكرام يسر له سبيل ذلك، يا ذا الجلال والإكرام اشرح صدره لذلك. ورغم ذلك كله يثني عليه المغامسي، هداه الله تعالى إلى الصواب.